صفحية الأسئلة وفيها بطائق من الأسئلة هنا كما ترونها. سوف تقوم دعاء باختيار بطاقة من إحدى هؤلاء البطاقات وفي جوفها سؤال. سأقوم باختيار سؤال البطاقة التي تحتوي على سؤال. ما هي أكبر محيطات العالم؟ لديك 5 ثواني للإجابة. أكبر محيط في العالم هو المحيط الهادئ ويبلغ مساحة 168 كيلومتر مربع. أحسنت وبارك الله فيك. الإجابة صحيحة.